وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وفيها سنستضيف عبر الأقمار الصناعية المصور المبدع طه صالح. طه، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا أفنان وأهلا بكل المشاهدين. الله يحييك طه. بداية نحب نتعرف عليك، كما تحب أن تعرف عن نفسك. طه صالح من أبناء مدينة تعز، مصور صحفي طوال 7 إلى 8 سنوات، وأنا أعمل في مجال التصوير الصحفي التلفزيوني. نعم. طيب طه، التصوير كما يقال هو فن تخليد اللحظة، يتقنه العاملون في مجال التصوير وأنت واحد منهم كما نعرف. احكي لنا عن تجربتك في هذا المجال. طبعا أنا بدأت التصوير من عام 2011، كنت هاوي التصوير وكان لدي كاميرا صغيرة، كنت أحاول أن أصور المسيرات، أي أحداث ثورة 11 فبراير بشكل عام. لكن في العام 2012 حدثت نقلة نوعية في مجال التصوير لدي، يعني امتلكت كاميرا احترافية، بدأت التصوير بشكل أكبر، عملت لدى العديد من المواقع الإلكترونية واليمنية، من ما بين 2012 إلى عام 2014 عملت مع مواقع إلكترونية وقنوات، ربما لو تذكر لنا أهمها أو وكالات إخبارية. نعم، في 2014 تطورت مهنة التصوير لدي، امتلكت كاميرا احترافية أكثر، بدأت التصوير مع الوكالة الفرنسية AFB في تغطية الأحداث وخصوصا التظاهرات أمام معسكر الأمن المركزي عندما نزل الحوثيين إلى تعز وبدأوا باحتلال المدينة. ثم بعدها انتقلت إلى تصوير الفيديو، وبدأت بعدها العمل مع العديد من القنوات العربية. في بداية مسيرتي بدأت كمتعاون مع قناة BBC عبر أحد الوسطاء، ثم انطلقت بعدها إلى قناة الجزيرة كمتعاون أيضا، ثم بعدها إلى قناة العربية والحدث كمتعاون. لكن في العام 2016 بدأت العمل بشكل رسمي مع قناة سكاي نيوز عربية، واستمر العمل معها حتى إلى ما قبل 4 أشهر. نعم. طيب لو رجعنا بالزمن لورا شوية، تذكر ردة فعل لأول صورة قمت بعرضها على الناس؟ طبعا أول صورة التقطتها كانت لها قصة جميلة جدا، في الصف التاسع من المرحلة الأساسية، وأنا في القرية كنت أشتغل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية كموثق ميداني لأحد المشاريع، فالتقطت صورة لقريتي وكانت من أشهر الصور في المحافظة، وقام الصندوق الاجتماعي للتنمية بطباعتها بشكل كبير وبروزتها في المكتب الخاص بي وكتابة اسمي عليها، فكانت هي بدايتي في التصوير وأول صورة انطلقت منها إلى التصوير. طيب الآن التلفون والكاميرا، الناس حيرانين بين التلفون والكاميرا، فأنت تشوف التلفون أو الكاميرا في التصوير؟ ميزة التلفون إنه أسرع وأخف، وخصوصا في الأوقات الحالية أصبح التلفون يعني مقارب للتقنيات المتواجدة في الكاميرات الحديثة، فبحسب طبيعة الحال أحيانا بعض التصوير يحتاج إلى كاميرا ما ينفع معها التلفون، ولكن بعض اللقطات أو بعض المشاهد يعني يمكن تصورها في التلفون، فالتلفون أعتبره يعني وسيلة أسرع لالتقاط الأحداث السريعة والتي لا تحتاج إلى تقنيات أكبر. صحيح، يعني هذا هل يمكن الاستعاضة بالتلفون عن الكاميرا؟ ما لا أعتقد، يعني الكاميرا شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنها، لكن في التصوير السينمائي، في التصوير التلفزيوني لا يمكن الاعتماد على التلفون بشكل أساسي، لكن في تصوير السوشيال ميديا، في تصوير بعض المواقع الأخبارية يمكن الاعتماد على التلفون. وبفضل هذه التلفونات أصبح الكل صحفي صورة كما تعرف. طيب لو نرجع كمان للزمن لوراء، إيش أول كاميرا استخدمتها؟ أنت قلت كاميرا صغيرة، لو تذكر لنا نوعها وكمان الكاميرا اللي تستخدمها الآن. أول كاميرا كانت تليفون، كاميرا تليفون نوكيا N70، هذه يعني أول صورة التقطتها وأخذت يعني أخذت الشهرة والتي كانت يعني منطلقي في التصوير. وبعدها يعني استخدمت كاميرا كانون D600 التي كانت بدايتي في التصوير بالكاميرات الاحترافية. لكن الآن الحمد لله يعني عندي الكثير من الكاميرات، عندي كاميرا 6D كانون
وفي عندي كاميرا درون مافيك برو، وفي عندي كاميرا جو برو، يعني أصبح المجال أوسع والكاميرات أكثر وأصبحت محترف بامتياز. طيب الآن طالما نتكلم على الكاميرات والصور، نروح نشوف مجموعة من صورك، بعدين نرجع لمتابعة المقابلة. أوكي. جميل يا طه. طه، كما تابعنا صورك تحكي المعاناة في الغالب، المعاناة في تعز، هل هناك متاعب في نقل هذه الصور للعالم؟ بطبيعة الحال كمصور صحفي يجب أن تكون تصويرك الإنساني أكثر بعيداً عن الجانب السياسي والجانب العسكري. فالمواقف صعبة خاصة في تعز في ظل المعاناة، فيتحتم عليك الوضع أن تكون مصور إنساني أكثر مما هو مصور فني أو مصور للطبيعة الخلابة. فكل الصور في تعز تعتبر صور مأساة، صور حزينة، فالمشاهد كثيرة جدا لا يمكن حصرها يعني في كلام أو في حديث. يعني أن تصور أم فقدت ولدها، أو أم تبكي على ابنها الذي يموت في حضنها، أن تصور يعني الأطفال وهم يحملون الماء كل يوم، أن تصور النساء أو كبار السن وهم يحملون على رؤوسهم المواد الغذائية، أن تصور في المنفذ والناس يتم إهانتهم في النقاط، يعني مشاهد كثيرة جدا لا يمكن حصرها في مشهد أو تذكرها في الوقت الحالي. يعني يمكن أقول إنه الوضع هو اللي فرض عليك نوعية الصور. نعم، الوضع في انا قبل الحرب يعني كنت بالاخير اصور اغلب الصور كانت يعني مناظر طبيعيه بجانب انساني، لكن بعد الحرب لا مجال للمناظر الطبيعيه الا ما نسبته 2% من غالبيه التصوير، لانه الوضع انساني بحت، فهو اللي يتحتم عليك ان تتحول الى مصور انساني. طيب كمان من خلال التجوال في صورك لاحظنا انه هناك عدد من الصور مطبوعه بوسم اللي هو اسمك كمصور واخرى لا، ما الذي يحدد إذا بتكون بتحط اسمك أو لا؟ يعني بحسب الهدف من الصورة، بعض الصور أحيانا أنا عندما تضع عليها الشعار لا تنتشر بالشكل الكبير، فكلما كانت صورة إنسانية معبرة يجب أن يعني أنا أتخلى عن أن أترك حقوقي من أجل نشر الصورة. أحيانا كل ما كتبت عليها اسمك يعني بعض الوكالات أو المواقع لا تأخذ الصورة لأن فيها اسم وحقوق، لكن إذا أردت هذه الصورة أن تنتشر بشكل أكبر يجب أن أتخلى عن حقي في الفكري مقابل انتشار الصورة. طيب هل هناك دعم، يتساءل أحدهم، هل هناك دعم تتلقى لإنتاج أعمالك أم هو دعم ذاتي فقط؟ الدعم كله دعم ذاتي، يعني بعض الأعمال تنتج يعني نبيعها وتعود علينا بالمال فنشتري منها انقطاع، فيكون دعم ذاتي يعني ناتج عن التصوير نفسه. جميل. طيب لو تذكر موقف صورته كاميرتك أو فيديو وبقى في ذاكرتك وما تمكنتش من نسيانه أبدا. والله من أقوى المشاهد اللي مش قادر أنسيها لحد الآن مشهد المنفذ، يعني اللي هو كان معبر الدحي، يعني كنت بشكل شبه يومي وانا اصور هناك، يعني يتم اهانه الناس لان انا كنت بكاميرتي الفيديو اشاهد يعني كيف الحوثيين يقوموا باهانه الناس بلطمهم بالاعتداء على النساء. فالمشاهد اللي صورتها في الدحي لا يمكن نسيانها، يعني احيانا حتى انها تجي لي في المنام يعني من شده الوضع النفسي اللي عشته بسبب هذه الصور. وضع مأساوي جدا، يتم إهانة الناس، مش قادر تقدم لهم شيء، وثانيا أنت تشوفهم بينما غالبية الناس لا يرونهم، أنا أشاهدهم بكاميرتي لأنها يعني فيها
زوم ومدى بعيد، لكن بقية الناس لا يمكن أن يشاهدوا هذه المناظر، فما تزال عالقة في ذهني لحد الآن. تصويرك الناس شاهدت وعرفت. طيب هل حصل وشاركت في مسابقات أو مهرجانات داخلية أو خارجية أو معارض؟ أنا بطبيعة الحال المعارض ما شاركت فيها كثير، لأنه في الآونة الأخيرة تحول التصوير إلى تصوير فيديو أكثر منه القنوات والوكالات، يعني ما اعتمدش على المسابقات بشكل كبير، كون التصوير اللي أقوم به يعني تصوير يومي ومتداول أخباريا. طيب وأنت في تعز المحاصرة، إيش هي الصعوبات اللي تواجهها كمصور محترف؟ الصعوبات كثيرة جدا، يعني من أكثر الصعوبات اللي نلاقيها أحيانا عدم إيش أحكي لك، يعني عدم وجود الأمان. يعني أنا شخصيا تعرضت لطلقة من قبل الحوثيين اخترقت رأسي من هذا الاتجاه وخرجت من هذا الاتجاه، لا تزال أثر الطلقة حتى الآن، طلقة قناص. فقدت الكثير من زملائي في التصوير، يعني تعرضت لاختطاف مرتين. الوضع في تعز صعب جدا، رغم أن تعز فيها من الفهم ما فيها حول التصوير، لكن الوضع الأمني يتحتم عليك أن تكون حريص أكثر من اللازم، والصعوبات كثيرة جدا خصوصا مع تعدد الفصائل والكتائب. وكمصور صحفي في هذه المدينة كلي، وخاصة اللي يقوم بانتهاك حقوق الإنسان، التصوير هذا عندهم مشكلة. يعني الوضع صعب جدا من حيث الخوف على الروح، الخوف على الأسرة، يعني صعوبات كثيرة جدا أصعبها عدم وجود الأمان. طيب ما الذي حققه طه صالح من مهنة التصوير أو لنقل هذه الموهبة؟ بالنسبة لي أنا أعتبر التصوير الفيديو مهنة، لكن تصوير الفوتوغراف هواية ورغبة. فما قدمت الكثير لمدينتي بشكل عام، يعني أنا استطعت أن أنا أنقل صور كثيرة تم تداولها عالميا عن الوضع الإنساني في تعز، أبرزنا معاناة الناس ووضحنا للناس ما الذي يدور في تعز. لولا الكاميرا والتصوير لما ظهر شيء من الذي يحدث في تعز. فكنت واحد من هؤلاء الجنود المجهولين الذين حاولوا نقل الصورة الإنسانية في تعز، هذا بحد ذاته يعتبر لي إنجاز كبير جدا. رسالتك وجهودك نبيلة، طيب الذي تنتظره من الجمهور؟ ما أنتظره من الجمهور، يعني إحنا في تعز لازم إنه يكون كل شخص يمتلك تلفون مصور، فيجب إنهم يتحولوا إلى مصورين صحفيين أو مواطن صحفي يقوم بتوثيق الأحداث، لأن الأحداث في تعز لا يمكن حصرها في مصور واحد أو أن مصور قادر على تغطية الأحداث. نحن في منطقة حرب ومنطقة تكثر فيها النزاعات، فيجب التوثيق. طيب طموحك وأمنياتك طه؟ طموحي الشخصي وأمنياتي، أنا أقوم الآن بالتحول إلى شركة إنتاج إن شاء الله في القريب العاجل، أقوم بإنتاج شركة إنتاج أقل، نقوم بإنتاج أفلام وثائقية أو ما شابه لإبراز الوضع في مدينة تعز بشكل عام، سواء جانب فني أو جانب إنساني أو جانب سياسي بشكل عام. رائع، من تعز المحاصرة شكرا لك المصور المبدع طه صالح، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا.